السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا النهاردة إن شاء الله هنعمل بانكيك بطريقة سهلة وسريعة، والنتيجة هتعجبكم بإذن الله. يلا نشوف المقادير وطريقة التحضير. معانا كوباية ونص دقيق، كوباية لبن، وممكن توصل معانا اللبن لكوباية وربع لكوباية ونص لبن حسب نوع الدقيق اللي احنا بنستخدمه، معلقة كبيرة بيكنج باودر، رشة ملح، نص معلقة صغيرة فانيليا، معلقتين كبار زبدة سايحة، ربع كوباية سكر، بيضتين. احنا هنعملها بطريقة سهلة في الخلاط، اللي حب يعملها على ايده يعملها بالمضرب السلك. في البداية هنجيب الخلاط ونحط كوباية اللبن والسكر والبيضتين ومعلقتين الكبار الزبدة السايحة ورشة الملح والفانيليا. هنضربهم ضربة خفيفة الأول يدوبوا مع بعض. بعد كده هنضيف الدقيق وعليه المعلقة الكبيرة البيكنج باودر ونضربهم بالخلاط. تمام، كل المكونات اختلطت كويس مع بعض. هننزلها هنا، هنضيف ربع كوباية لبن تاني لحد ما تبقى العجينة بالقوام دوت زي الخيط. هنسيبها تستريح في حدود 10 دقايق، اهي نازلة معانا بعد 10 دقايق تبقى بالقوام دوت. هو ده القوام اللي بيبقى عليه البانكيك. لو حسيتوا ان هو اتقل من كده عادي بنزود لحد ما يوصل معانا القوام يبقى زي كده بالظبط، بنزود شوية لبن بشوية لبن. هنبدأ بقى، هنسخن الطاسة عندنا على النار، تبقى النار متوسطة، ونمسحها مسحة زيت بمنديل مطبخ. هننزل بجزء من العجينة، هتبدأ تظهر الفقاقيع ديت. اول ما العجين يبدا يقل معانا من فوق كده ولونها يبقى ذهبي هنقلبها حسب اللون اللي انتوا تحبوه. بقت بالشكل ده معانا من تحت، ومن الناحيه التانيه بالشكل دوت. هنعمل واحده تانيه ما تنسوش بقى اللايك، واللي مشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل الجرس. اهي بتستوي معانا، هنقلبها، لونها جميل جدا وسهلة قوي، الاولاد ممكن يعملوها بكل سهولة. هتبقى باللون دوت واللون ده، ما بتاخدش اي وقت معاكم. لو حابين بقى تعملوا ميني بانكيك اللي هو بيبقى صغير، تبقى وحدات صغيرة علشان بعد ما تستوي تحطوا الحشو اللي تحبوه بين كل اتنين. هنسويها بنفس الطريقة اللي سوينا بيها قبل كده، تبقى معانا بالشكل ده. هنبدأ نقلبها بقى، اتشمعت من فوق، يدوب بيبقى لونها ذهبي من الناحية التانية، ونشيلها. اهي بقت بالشكل ده معانا، نشيلها بقى كلها. وبكده نكون عملنا البانكيك بكل سهولة وما اخدش مننا وقت خالص. بصوا حضراتكم بالشكل دوت، هش وطري وطعمه حلو جدا.
ولونه جميل قوي. بصوا حضراتكم تحفة، هيعجب الأولاد جدا. ومعانا الميني بانكيك بيبقى حاجة حلوة قوي في التقديم، ممكن تحشوه نوتيلا أو عسل أبيض، أي حاجة تحبوها، الأولاد بتحب الحاجات دي قوي. ناخد جزء من النوتيلا كده ونحط واحدة كمان عليها ونقدمها، بتبقى بالشكل ده. ممكن تحطوا عسل أبيض أو مربى، أي حاجة تحبوها حطوها، بيبقى حسب الذوق. الحاجات دي حلوة قوي للفطار أو بين الوجبات للأولاد، تتقدم معاها فاكهة، تبقى حاجة مفيدة ومغذية وحلوة قوي، بيبقى بالشكل دوت العسل. أو تحطوا عليها صوص كراميل، صوص شوكولاتة، زي ما تحبوا. ممكن تحطوا عليه عسل زي كده أو تحطوا عليه نوتيلا. وبكده نكون عملنا حاجة حلوة للأولاد بمقادير موجودة عندنا في البيت، وتبقى مغذية ومفيدة ليهم. ممكن تقدموه مع أي نوع فاكهة تحبوه، جربوها هتعجبكم إن شاء الله. يا رب أكون أفدتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.